عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسة للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. أحال المجلس المناقشات ورد الحكومة عليها إلى اللجان المعنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. عقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلسته العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام. لقطاع الصناعة أهميته المحورية في المشروع الوطني الشامل للتنمية والذي يتبناه وينفذه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يحرص سيادته على دعم هذا القطاع، إذ يعتبر هو السبيل الأمثل للتطوير والتحديث في الجمهورية الجديدة. ويتضح ذلك جليا من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الصناعة، أيضا تعميق الصناعات المحلية. الحقيقة يا ريس إن إحنا لما نقارن ما بين مبادرة ابدأ الشبابية اللي خدت رعاية رئاسية، مبادرة بيقودها الشباب قدرت تحقق مبادرات كتيرة زي معدتك شركتك، نقل التكنولوجيا من شركات أجنبية لشركات محلية، تدريب وتأهيل مهني، إعادة تشغيل مئات المصانع المتعثرة. لو بصينا على المبادرة دي هنلاقي حلول كتير جدا للمشاكل اللي قلناها. التصنيع بغرض التصدير للخارج، عندنا في دول كتير عندها النو هاو للصناعات، وانا يعني اتمنى من السيد وزير الصناعه بالتعاون مع المنطقه الصناعيه في قناه السويس اللي سبق دعيناهم واتكلمنا معاهم في مشروعات تتم لرفع مستوى الاقتصاد المصري وتدبير العملة الأجنبية. وبعد الاستماع لآراء النواب بهذا الشأن، حرصت الحكومة على تقديم الرد على نواب مجلس الشيوخ والإجابة على الاستفسارات حول سياسة الحكومة تجاه التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لها. هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة بعد إحالة المناقشات التي شهدتها إلى اللجان المعنية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس مرة أخرى.